هنحل مع بعض النهاردة المراجعة التانية، وهنراجع فيها الكونسبت الأولاني سريعا، بحيث إن انتوا بقى تبدأوا تذاكروا تاني الكونسبت، ويجي ميعاد الامتحان تكونوا انتوا خلاص فنشتوا المذاكرة بتاعة الكونسبت. انتوا عندكم 4 كونسبت هنراجعهم خلال ال4 حصص اللي جايين بإذن الله. اوكي تمام، يلا يا بجد. نمبر 1، Play soil retains more amount of water than sand soil. لا صح؟ صح ولا لأ؟ لا ولا صح؟ لا لا يعني غلط؟ او غلط ليه؟ ماشي، المشكلة يعني الصلصال. نعم يا اخوي؟ نعم؟ what؟ clay يعني تربة الطمي اللي بيكون لونها black. التينة التينة حاجة والطمي حاجة. التينة اسمها سيلت، طب الطمي ما اسمه الاتنين واحد. كلاي. الطمي اللي هو بيكون نوع من أنواع الأرض فيه مينرال، فالمينرال بتخليه لونه بلاك جدا، أسود قاتم. اللي هو مش زي البحر. أيوه بيبقى لونه أسود زي الفحم. مش نعم صح. اصلا ماشي. اصلا طالما جه ما بقولش حاجه، يعني مش قصدي ها حاجه، بس اللي هو يعني more amount of water than sand soil. Sand soil عشان ما فيهاش ميه. بالظبط كده، لو حتى انت مش عارف الكلي بتعمل ايه، فالساند فعلا ما فيهاش ميه خالص، ان هي فيها على طول السان لايت فيها طول النهار، ما بيخليش فيها اي وقت. ماشي اوكي، عايزين بقى نتفق على حاجه. واحنا بنحل ترو ان فولس، اما تكبروا باذن الله تدخلوا المرحله الاعداديه هيظهر لكم كده هنا اهوت بيقول لك ايه اند كوركت يور انسر. يعني ايه؟ يعني عدل الاجابه لو انت عملتها غلط. فبالتالي انا هبدا لا ادربك الحوار ده من دلوقتي. لو قلت لي صح هتقول لي صح ليه، بس ده عادي، ممكن تقول لي صح ما اسالكش صح ليه، لان انت مش مطلوب منك تكتب صح ليه. لكن لو قلت لي مثلا سؤال غلط هتقول لي ايه الصح بتاعه، وهنكتب فوقيه الصح بتاعه كذا. ليه؟ عشان تتهيئوا على السؤال من دلوقتي، عشان لما تطلعوا اعدادي ما تحسوش انتوا نفسكم مخضوضين. حلو الكلام؟ ماشي يلا يا ايتن. ماشي. Grassland ecosystem supports large easy. ما بعرفش اقرا. herbivorous herbivorous Like gazelles with food. True. true. برافو عليك، شطور خديجة. Okay. حاضر. human activities أنشطة الإنسان هي الوحيدة اللي بتؤدي لتدمر البيئة. No. no. إيه الصح؟ قلنا إن إحنا هنصحح، لو قلنا false نقول إيه الغلط ونصحح. إيه الغلط في الجملة؟ مش اليوم الوحيد اللي هو مثلا بيدمر البيئة، يعني حلو، مش مثلا ال human activity only، يبقى مش ال human activity only. طب أنا لو حد not lonely. ماشي، ممكن not only، أو ممكن أقول إيه some of causes lead to habitat destruction، واحد من الأسباب اللي بتؤدي لتدمر البيئة. يعني أنا لو هعملها هكتب أهو some of causes، نوع من الأسباب اللي بتؤدي لتدمر البيئة. انت عايزة تكتبيها not only عادي مفيش مشكلة، حسب ما انت عايزة تعدليها بأني صيغة. احنا كده كده التعديلات يعني طالما صيغة السؤال مفتوحة، يعني السؤال ده تحسيه ليه أكتر من إجابة، فمش بنحاسبك على إجابة محددة. تمام يلا يا بجد. ماشي
to build the traditional brick we need a lot of energy short tool عشان بنحتاج a lot of ألف صح؟ firmly. ألف ايه ألف ألف درجة الحرارة لازم تبقى ألف. ايوه بالظبط عارف. يلا يا ايد Soils easy. differ Soils differ in their color and their ability to hold water. True. برافو عليك شطور خديجة. مثلا انا اصلا فهمت اللي فهمته من السؤال يعني ان هو شكل اللون بتاع السويل بيتغير على حسب كمية المياه. ايوه بالظبط كده. كل نوع من انواع التربة بيبقى عندها قدرة ان هي تخبي المية جواها ability to hold water، فبالتالي كل نوع من الانواع المختلفة اللي بيعمل hold مختلف عن النوع التاني في لونه. الساند يعني لونه يا مس يلو. على فكرة حتى ده احنا ممكن نطبقه علينا، انت لو فضلتي متشربيش يعني مية اكتر من 3 ايام هتلاقي جسمك بدأ يبقى لونه اصفر، ما بقاش فيه دم بيجري في وشك ولا في ايدك ولا في جسمك. فلو جيتي انت تطبقي نفس الحوار على السويل دي فعلا حاجه طبيعيه، الساند ما فيهاش ووتر عشان كده لونها يلو. تعالي على اللي هي السيلت الطينيه، تحسي ان لونها داخل على جراي شويه عشان فيها كميه ووتر مودريتد اند سو اون بقى. يلا يا خديجه. نعم هو لو السند كان فيه كمية مية تبقى دار كيلو. كمية مياه كبيرة قصدك يعني؟ أيوة أيوة كمية المياه الكبيرة بتبقى موجودة جواها كمية مينرال كبيرة، فبتأدي لتغير لون السويل بتاعتك يبقى دارك بلاك، أسود كاتم جدا. يلا يا خديجة. ده السؤال كان بيقول ايه بيقول لك انت ما تقدريش تعملي ريستورد. يعني ايه ميس ريستورد؟ يعني ابدا ان انا ارمم التربه دي وارجعها صالحه للزراعه مره اخرى. انت مش بتقدري تعملي كده. كانت بي لا اكيد لا طبعا. لا بالظبط، بدل كانت عشان لو احط ايه كان بقدر كان استطيع بقدر ان انا اعمل ريستورد للسويل اجين. ماشي يلا بجد. تمام. All living organisms depend on soil to get their needs. ثانية واحدة. هو أنا مش متأكد بس هي ايوه كل الليفين لأن اورجانيزم في الإنسان العالم احنا كهيومن. حتى لو الإنسان عايز بروتين حيواني، ما البقرة دي بتاكل إيه؟ برسيم اللي هو جاي من الصيد. بالظبط شاطر الحمد لله فسرت لنفسك. يلا يا عيد. اللي هي أول واحدة. ايت ايوه There are spaces between the particles of the soil. يعني حرام بجد. True. ترو. ماشي ايت خديجة. أصلا دي أول حاجة خدناها. ايوه is very important to keep the life on Earth. So, ترو برافو عليك بجد. cleaning up water from pollution is more effective than يعني preventing يعني preventing prevent يمنع يبقى بتمنعها. يعني تنظيف المية من البلوشن is أحسن more effective.
more effective من ان انت تمنع البوليوشن خالص؟ لا اكيد طبعا لا. نصحح انهي حاجة؟ اللي هي effective زي هتخليها ايه؟ صح؟ انا يعني ماشية على عكس سوي عكس مؤثر. طب ما انت عندك كلمة مور اهي، عكسها ايه؟ لس بس شوف الانسان ممكن يلاقي طريق اسهل، يبقى لس. يلاقي طريق اسهل من انا بفكر فيه، يبقى لس هو ده effective than preventive. حتى انا في الامتحان ببقى كده. برضه ماشي. يلا يا وايت، cleaning up لا مش دي. large trees can grow in dry soils. تكون false. التصحيح مظبوط بتاعها الغلط يعني dry. أمال هنشيل دراية نحط إيه؟ هتبقى light اما لا مش لايك. ايه ده؟ بصي كده، ما انت عندك كان، تبقى ما انت عندك كان اهو. طب ما انت عندك كان، ما تخليها كان. كان انت عامله زي استاذ بس بجد. انت بتدوري على الحاجه الصعبه يا حبايب قلبي. طب ما بس كان عايزة اهي، نعملها كان. تدري سهلة برضه. ماشي ماشي. يلا يا خديجه 12. Wind and water can help in the formation of soil. True. True، برافو عليك بجد. ثانية واحدة براحتك. يا مس. ينفع 10 ثواني انا اروح اعمل حاجة واجي. اوكي ماشي. بجد اللي قال ثانية واحدة. مش كنت بعمل حاجة. ماشي. slate soil has medium sized particles. هو السليت كان السليت اللي هو الطينة. لا هو عنده كتير. بنقول السايزد، يعني احنا حطينا البارتكل تحت الميكروسكوب، مش كتير ولا قليل دلوقتي. مش فاهم. انت خدت التربة الطينية حطيتها تحت الميكروسكوب تشوف حجم البارتكل بتاعها قد ايه، هل يا ترى ميديوم لارج سمول، حجم السلت كان ايه بقى صراحة ما اعرفش اصلا. تقريبا صح. حجم السيلت ميديوم، كنا احنا بنقول اكبر واحدة فيهم ايه اللي هي الساند، واصغر اظن واحدة فيهم اللي هي الكلاي. تمام، انا واللي قلت في ما النص اعرفش بس يس تقريبا صح. يا ولد. يعني ماشي. كتب لي صح. واللي في النص ما بينهم يس. حتى في الريكورد رجع ثانية بس انا هعمل حاجة. ماشي ماشي. هتجاوبي طيب ولا خلي خديجة تجاوب ولا ايه الدنيا؟ هجاوب. ما انا اسوي الاصوات بس اللي عندي. ايه نمبر كام معلش يا مس عشان ما شفتش. 14. فورتين. adding natural fertilizers like animal ايدي manure manure to the soil help in soil restoration. ايوه true برافو عليك. true نضيف روث الحيوانات او السماد بتاعهم بيؤدي للريستورنج للسويل بتاعتهم. يلا يا خديجة 15. اوكي. كراي. يلا يا خديجة، يلا يا خديجة. clothing ايه؟ بتعلى ولا ايه؟ لا لا معلق. doesn't help clearing water pollute.
controlling air pollution doesn't help in decreasing water pollution. false. ماشي، ايه الصح؟ بدل doesn't does. يا سلام شطورة، بدل doesn't احط does عادي. يلا بجد، حاسة يا مثل ان الأدوار بتعدي بسرعة، هو في ايه؟ ايوه فعلا. over ايه population causes the increase of food. كده غلط. مول الصح. decrease the increase. الحمد لله، بدل increase هنحط decrease. يلا يا ايضا. هي نمبر كام؟ 17. depending on traditional bricks and concrete cause harms for the environment through ترو، برافو عليك. ليه؟ بتنهجي كده ليه؟ لا لا، الترو مش بنقول ليه، فولس بس اللي بنقول ليه. يلا يا خالد شريعة تعمل بليوشن. ماشي. يلا يا خديجة، مس محمد ريس large moments of water during rain. مش فاهمة هذا. humid areas، المناطق الرطبة. يعني ايه مناطق رطبة؟ يعني فيها كمية water. retain large amount of water during rainfall، بتجمع كمية المية بصورة كبيرة أثناء سقوط المطرة. yes yes true أكيد طبعا، من اسمها humid areas يعني منطقة فيها مية. yes بإيجاد وده دوري. دورك. اوكي، composers play an important role in recycling the nutrients into the soil. ماشي، برافو عليك. ايت ايتن ماشي، بس ما بتكلم على أفهمك. ليه؟ All types of soil contain particles with the same size host. أمال؟ أيوة، المفروض الصح بس إن هو مش نفس ال size، أشيل إيه نفس ال وأحط؟ size ماشي، أشيل السيم وأحط إيه؟ same. أحط اللي هو different size. برافو عليك، different size. يلا يا خديجة، خديجة مش so في دوشة كده بس ماشي. when the soil is marginal regularity the query of the compress well when the soil irrigated regularly the quality of the crops will increase. True. اما انتي بتحطي بالظبط كده، بتحطي مية منتظمة للمحاصيل، بتبدأ المحاصيل تزيد معاكي والكواليتي بتاعتها. True. ايوه ترو، برافو عليك. يلا بجد، Changing the habitat can cause extinction of some living organisms. يعني ايه؟ مش فاهم. تغيير المكان بالنسبة للحيوانات أو البلانتس بيسبب لهم extinction، انقراض. في شوية حيوانات أو نباتات كده. ماشي، ايتن
ايتن افتح المايك. ها؟ ايتن. ايوه يا مس، انا كل ما اتكلم الاقي المايك مقفول والله. اكيد بيعلق. play soil can retain a large amount of water through. ماشي، برافو عليك. فاضي خديجة؟ اوكي. حجم حبيبات الرملة أقل من حجم حبيبات التين والطمي. أكبر ولا أصغر؟ إيه؟ هو كتب أكبر ولا أصغر؟ smaller، smaller يعني يعني أصغر. أكبر. معلش، تقولي إيه؟ مش عارفة بيقول كده. يس، لا مش true، هي false. تعرفي false ليه؟ معلش كده تاني. حبيبات الرملة أصغر من حبيبات التين والطمي. حبيبات لا الرملة دي ما احنا خدناها كانت هي أكبر واحدة أصلا، بالتالي هي مش smaller، ايوه المفروض bigger أو larger، بيجر يبقى bigger. بيجر بيجر. معلش نسيت لخبطت يعني فيها بيجر. ولا يهمك ولا يهمك، يلا بجد. There are many types of soil on Earth. صح. برافو عليك. هايت تمام. ثواني. natural changes can be benefit the soil. true. مش هديج. وانا بقى انا فاكر مش 27 وغريفن. رو بروفاريك يجيت. بيجد بيجد، افتح المايك. سافانز و ار ويتلاند ايكوسيستمز تقريبا. يا راجل بقى مريت ان لما كان في السافانا هناك الأكيشيا تري كنا بنقول إن الروتس بتاعتها كبيرة. كانت الروتس كبيرة ليه؟ عشان تبحث عن الوجود. عشان في الصحة، عشان لما تستحمل المية. لا يا قمر، الروتس كانت كبيرة عشان تبحث عن الوجود، عشان ما كانش في ووتر هناك كتير. ايوه، في المناطق اللي ما فيهاش ووتر كتير زي الديزرت. آه سبحان الله، والسافانا من المنطقة دي. سبحان الله. صح، هنشيل ايه بقى ونحط ايه حضرتك؟ قفلت المايك ليه فتحت حاجة يعني؟ غريبة. ثانية واحدة بس، فتحت حاجة غريبة قدامي على الشاشة. ماشي. اوكي. هنمسح ويتلاند ونخليها ديزرت، صح؟ ازاي سافنا اقول عليها ديزرت؟ نعل الكلمة ويتلاند يعني مبللة، عكس مبللة أي دراي جافة. منشفة. لا يا راجل، عكس مبللة منشفة. يعني أنا بقول لك هات منديل منشف. أنا دلوقتي like you عندي، صدمة بقى. عشان لسه ماشي راجع من الدرس، في ده على درس كده. ماشي ماشي، أنا لسه جاي من بره برضه. ماشي. كلنا أنا لسه واخدة درس من 5 دقايق، يلا يا عايز. مش 5 دقايق كده. المهم يعني،
All types of soil are similar in color and ticks. بتلوث في الحتة دي، المهم ان هي فوس. Not similar. ايه بصوا بقى، اهو ده بقى اسمه ايه، كرواتة. ايه نوت سيميلر دي؟ عكس سيميلر ايه يا قمر؟ معرفش عكس سيميلر ايه معرفش يا راجل؟ دي معرفش سيلا فوق، ديفرنت يعني نقل الكلمة واحنا بنقولها، نوت سيميلر هي. ديفرنت. ماشي يلا يا خديج. اوكي حيوان، او كلمة ايه بقى؟ water logged soil. water logged soil. water air. water air for roots to grow. مش عارفة بس أنا مش عارفة بطل بصي، حاسة إن هي الووتر نسيت. لوكد سويل يعني الأرض المشبعة، بتبقى مشبعة بالووتر. حلو كده. فيها very little air for root to grow، كمية air صغيرة عشان تسمح للبلانت إن هو يكبر. نو نو ليه يا بنتي؟ لأ ليه؟ ما هي صح، الكلام ده صحيح. ووتر لوك يعني فيها صح، ووتر ماشي. أكبر من الاير، الكلام ده صحيح 100%. يلا يا بجد. اوكي The soil contains organic and inorganic ingredients. Soil. ماشي. ساعات بنقول من عينيا removing plants please to the soil easy easier يوجن. true ماشي الحمد لله. اوكي هنقف لحد هنا في البوترويت اند فولس، ويا ريت تحفظوا احنا واقفين لحد فين. الله يبارك فيك، عشان انا دماغي مش دفتر، لكن انتوا ما عندكوش يعني، علموا في الورق عندكوا، اكتبوا اي حاجة عشان انا بنسى. تمام، انقلوا لي بقى على الكومبليت. لا لا يلا يا خديجة. لا طب اسمعنا الأول بقى، مش كان بجد أول واحد. ايتن لسه مكهوبة، فانت اللي ورا. ماشي. I'm driving the star sand on the north to the Syrian hill. Decreasing the effect of moving dash over the soil. أنواع السويل بتاعتك اللي بتسمح بتقليل الإفكت بتاع موفينج إيه عليها. ماشي، دي ووتر. الأولانية إيه بقى؟ النقط الأولانية sand and ايه؟ أنواع السويل ثلاثة. أنا عايزة عندك sand، عايزة النوع اللي بعد السند. ايه؟ لا، الكلي مش بتعمل decrease للوتر. التانية بقى، التانية اسمها ايه؟ التربة الطينية. أنا عارفة سيلت. سيلت يعني التربة الطينية. ماشي يلا بجد. الإجابة، لكن ماشي
مين هيربيفورز like gazelle can live in dots economize at which grasses and small plant. هو أنا مش متأكد، بس هو مش الجزل نفس الحتة اللي بيعيش فيها الأسد تقريبا، وهو أعلم، بس أكيد صح يعني ولا لأ؟ أكيد من بعقلنا كده، طالما الجزل موجودة يبقى اللاين موجود، عشان هما الاتنين بيعيشوا مع بعض، ده بيتغذى على دي يعني. كنت عارفها. ثواني، ما تقولش ديزرت، أولا ما تقولش ديزرت، مش هقول ديزرت اصلا، ماشي. انا كنت عارف الاجابه بس راحت، اتنسيت. ثواني، يا صابرينا، اسمها ايه؟ لسه واحد مفتوح. مش فاكر اسمها، بس كانت هنا لسه دلوقتي. كنت موقفاك عليها فوق، ان كانت أوه. ويتلاند ايكو سيستم. دراي لاند. ارحمني، ها يا لهوي، انت كنت لسه تقولها صح اصلا. ارحمني، ايه بقول ويتلاند؟ لك طب ارحمني. وهي صح. ماشي، هي دراي ايكو سيستم، بس انا عايزة اسمها. اسمها ايه؟ دراي ايكو سيستم. اسمها سافانا، اقسم بالله اسمها سافانا. يا لهوي، نزور يا بس مس انا صباح. كنت عايزة اقولها، انا كنت عايزة اقولها، بس بيحاول يعني يقولها. ايه، هو حاول الراجل لا يشكر على محاولته. يلا يا ايد. اورجانيك انا دي حاسه ان ليه حاسه ان انا نسيت ازاي بنطق. materials in the soil includes the remains of and ايه ده، سوري كده، of the plant ماشي، and ايه، animal. لا تمام، ايوه. لا ليه حضرتك أيوة. بتقولي لا ليه؟ هي انيمال، انيمال الاورجانيك فعلا عبارة عن حاجتين، الديد بلانت والاني. يلا يا خديجة، بس ممكن سؤال، أكيد هو أنا ليه بيجيلي حاجات كبيرة؟ مش عارف. جايلك هو ثلاث أنا ليه؟ نقط، هو أنا ليه حظي كده؟ معلش يا بنتي، سهلين على فكرة، سهلين باين. يلا اقرأ. اوكي، مسكين. The contents of the soil are cooked and they are found rich, not and not. الفتحات اللي موجودة ما بين جزيئات السويل اسمها ايه؟ ميتنج لو قفلت خدوا تاني نفس اللينك. ماشي، مش عارفة أوي يعني. بصي هساعدك في الأولى، اسمها بور سبيسز. كملي بقى، البور سبيسز دي filled with ايه؟ بتتملي بإيه؟ ووتر. وتان لا مش يعني يسين فاهمت يعني، عشان أفهم بسم الله، دي هتبقى air water and air، بتبقى ما بين البورز بتاعت السويل. ماشي، يلا يا بجد. الناس ما تقولش بس ان احنا ورا بعض. ايوه يلا، يا لهوي، الو. يلا يا بجد، انت فقدت النطق. انا وانت والله شوف.
لازم حظي يبقى كده، لازم. يعني أسألت. يلا يا ابني ما الحس حلو النهاردة، واحد بقى. معلش ماشي، يا هزوم. زين سوين فانتز، ما اعرفش. ما اعرفش. طب حاول. بنستخدم السولر فينسز. يعني ايه سولر فينسز؟ الاسوار اللي بنعملها حوالين السويد عشان ايه؟ بوندس، وبتساعدنا عشان نقلل البوليوشن بتاع ايه. واضحة كلمة بوليوشن دي على طول، هي كلمة مركبة ديليوشن بتاع السويل، يا راجل، سويل ديليوشن. يعني مش ووتر بوليوشن. ايه ايوه انا هجاوب انا دي حبيبي وانت جاوب اللي بعدها. ودي قلنا عليها اسمها sedimentation. سيدمنتيشن، مين سيدمنتيشن، حرام حرام. مين؟ اللي انا بعدها كده يا قمر، الاجابه اللي بعدها. اللي بعدها يلا. The Red Sea lionfish is considered as that species that harm native species. Is considered ايه؟ ثانية واحدة. ماشي مس، نعم. أنا أتعرض لظلم كبير، يعني أنا مجهزة الإجابة ما بكرة هنشوف. هلاقي ما إيه اللي الباشا ساكت اللي اهو، بعدها. انا مش هساعده فيه. لو ما جاوبش هاجي عليك. يا استاذ بجاية باشا، وين؟ هي ثانيتين. يا سلام، 3 ثواني. في جو، بس أنا خايفة أقولها. يا عم قول بدل ما انت ساكت. لا، ما هي صفة، مش نوع. يا رب الهمني الصبر يا ابني. خلصت. مش مش انت قلبت. مش يلا يا ايت. حاضر. اسمها أقرأ سؤال ولا أجاوب على مش طول؟ فاهم. هو قرأ. جاوبي. إنف اسمها ايوه إنفاسل إن انفسيف. إن إنفزر. انفسيف ماشي. يلا يا خديجة، ليتر 7. ايه هو المكان اللي الليفن اورجانيزم بيحب يعيش فيه؟ زي مثلا الفورست، اسمه ايه؟ ده تعريف ايه؟ يا رب. أو أنا مش عارفة أقولها بالعربي، مش عارفة حاجة، مش عارفة ايه، مش عارفة حاجة، مش عارفة، ثانية عربي، مش عارفة ايه بالظبط تعرف؟ عشان انا مش فاهمة. أنا مش عارفة أجاوب، مش عارفة تجاوبي. ناخد حد ما تاني يعني عنديش، ولا نعمل ايه؟ أيوة، خدي حد تاني، مش عارفة. يلا يا استاذ بيجان. بجد باشا. مستنية بس حضرتك تناديني. بجد مش عارفة راح فين. افتح المايك يا بجد.
أعتقد هو كاتب نو مايك نو مايك. ايه نو مايك ده؟ تقريبا، مش عارف يفتحه. ازاي ما كلكم بتفتحوا؟ يقول نو مايك I can. ايوه انا شايفه كلام وانا بقول مش عارف يفتح ليه. انا مش قافله المايكات عليكم. طب يلا يا ايتي حاضر، هبيت. هابيتيت. ماشي برافو عليكي. هابيتيت اوكي. there's a problem. اوكي شوف بقى انت عندك ايه البروبلم اللي عندك. اوكي تمام، هنرجع بقى سريعا الكونسبت الاولاني، نستغل شوية الوقت بتاعنا. اول حاجة اللي بدأنا بيها المنهج خالص قلنا ان احنا هنتكلم على ايه. قال لك يا سيدي الكونسبت الاولاني حضرتك كده وانت سامعاني؟ وانت وانت اه سامعاك. ألو؟ ايوه سامعاك، انت جاي تشغل وانا ألو؟ بقطع. ماشي. أوكي. قال لك الكونسبت الاولاني بيتكلم على الانرجي ترانسفير ثرو الووتر سايكل. فقال لك يا سيدي انت عندك ووتر سايكل، هنعرفك ايه اللي بيتم جواه. قال لك في البدايه what do water, wind and sunlight affect energy in water cycle. قال لك يا سيدي ان sun is considered the most important source، سورس مهم جدا جوه الووتر سايكل بتاعتنا، لان هي المسؤوله ان الووتر بتاعتك يحصل لها ايفابوريشن فتتحول لك من الليكويد ووتر تو ووتر فيبر، فتعمل لك الايفابوريشن بروسيس. طيب ممكن كمان ان هي السان لايت تحول لك الميلتنج ايس انتو ليكويد ووتر، او ممكن تعمل لك ايفابوريشن زي ما احنا قلنا. قال لك كمان ممكن الووتر او السان لايت بتساعدك في ايه؟ قال لك برضو بتساعدك في عمليه الكوندنسيشن وبتساعدك في عمليه الرين، هي داخله في كل الاوكورنس اللي بيحصل جوه الووتر سايكل. ماشي تعالى يا عم الحاج ندخل على طول في ليسون 1. قال لك اول حاجه اتكلمنا عليها هي الدروبنج ووتر ليفلز، اللي هي الووتر ليفلز بتاعه الووتر. فاتكلمنا اول حاجه ان الانرجي اللي موجوده جوه الووتر سايكل يا اما تعمل انكريز او ديكريز جوه الليفل بتاع الووتر. يعني انت عندك البحر مرة واحدة بتلاقيه الليفل بتاعه عالي، أو مرة واحدة بتلاقيه الليفل بتاعه واطي. ده بيعتمد على إيه؟ على الإنرجي اللي بتعملها الووتر سايكل. قال لك يا سيدي there was large salt lake in Turkey، في salt lake كتيرة قوي في تركيا. by bathing time this lake become like a small bubble، بعد ما يمر الوقت بتلاقي ان الليك دي بقت شوية مية صغيرين جدا جدا جدا، وده بيكون dry up completely in summer. اول ما الشمس بتطلع في السمر بتخلي لنا المية يحصل لها dry up، فالليك بتبقى just small bubble. قالك يا سيدي الليك ديت hosts huge number of flamingos، الفلامينجو الحلو الجميل ده المكان بتاعه بيكون في الليك اللي موجودة في تركي. طيب اول ما الووتر بتاعته دي يحصل لها دراي اب هيعمل ايه؟ قال لك هيحصل له ميجريت، هيمشي من المكان اللي هو فيه وهيروح لمكان فيه ويذر وورم، المكان يكون فيه الويذر يكون دافي. قال لك الفلامينجو ده feed on algae that found in shallow water، وبياكل الالجاي اللي موجوده في الشالو ووتر، فبالتالي الميه دي اول ما يحصل لها دراي اب هو مش بيلاقي الفود اللي هو عايز ياكل. تمام تعالى يا عم نعرف الووتر سايكل بيتم جواها ايه. قال لك نمبر 1 الايفابوريشن بروسيس. ايفابوريشن دي بتعملي ايه؟ قال لك دي بروسيس بتعمل لك تشينج للليكويد ووتر انتو ووتر فيبور او جاز ستيت، من ليكويد ستيت للجاز ستيت، دي ايفابوريشن. طيب بعد ما الووتر فيبور يطلع مش هيقابل قدامه كده كولد اير؟ اه الكولد اير ده هيعمل لنا حاجه اسمها كوندنسيشن بروسيس. ايه هي الكوندنسيشن؟ ان انا اعمل تشينج فروم جاز ستيت تو ليكويد ستيت، بحول الجاز ده لليكويد فخزنه جوه الكلاود عشان ابدا اعمل العمليه اللي بعدها اللي اسمها بيرسبتيشن بروسيس. ايه هي البيرسبتيشن يا ميس؟ قال لك دي which water fall on earth، الووتر بتاعتك بتنزل لك على الارض يا اما in form of rain، يا إما على هيئة أمطار، يا إما سلات، يا إما سنو أور هيل أو سنو بيلتس، يا إما على هيئة قطع من الأيس، قطع من اللي هو أيس يعني ثلج تمام، أو قطع من السلات أو مطر عادي جدا. يبقى أي حاجة فولز على الأرض
مسؤولة عنها البيرسبتيشن. قال لك الران اوف من اسمه، ران اوف يعني ايه؟ قال لك يعني الووتر فلو along the earth surface، اكنك ران بتجري، بتجري فين؟ بترجع بتجري على السيرفس بتاع الايرث، فبالتالي انت عمال تجري تجري تجري، اكن المية بتاعتك بتجري هي كمان على الايرث سيرفس into the river and then into the ocean or sea. يبقى المية بعد ما نزلت على هيئة رين فضلت تجري على الارض عشان توصل للريفر او الاوشن او السي. طيب يعني ايه كوليكشن؟ من اسمها حتى بيقول لك ايه، السنة دي نازل كوليكشن هايل من الملابس. كوليكشن يعني تجمع، بجمع كذا نوع من الحاجة في مكان واحد. فقال لك ده which rain water falling in earth is collected in different water bodies، بجمع المية اللي نزلت لي من المطرة في أماكن مختلفة. يبقى احنا كده عرفنا ان الووتر سايكل بتبدأ لي بالإيفابوريشن وتخلص في الكوليكشن، والووتر فيبور دي دايما بيحصل لها كده في الطبيعة، فبالتالي الكمية بتاعت الووتر بتاعتي بتفضل دايما كونستنت مش بتتغير، إلا طبعا العوامل التانية اللي بتأثر عليها. قال لك يا سيدي distribution of solar energy، عندنا مناطق بتكون hottest region، مناطق moderated region، مناطق coolest region. أول حاجة المناطق ال hottest region دي ال region اللي موجود فيها أهو، أكنك أنت في النص كده هوت عند خط الاستواء اللي انتوا بتاخدوه في الدراسات، بيكون المنطقة اللي هنا دي قريبة من خط الاستواء. كنت انت في الدراسات وانت صغير بنقولك اي حتة قريبة من خط الاستواء بيبقى عندهم درجة حرارة عالية جدا جدا. ليه؟ عشان السان راي بيبقى قريب ليهم، فبالتالي بيبقى اكنك موجه اشعة الشمس على منطقة ما بتتحركش ابدا. فدي نفس الفكرة زي اسوان مثلا، لو انت ذاكرت ايه، لو انت سافرت اسوان في اي وقت من السنه هتلاقي اسوان حر. ليه؟ عشان اسوان قريبه من الخط الاستواء اللي موجود في الكره الارضيه. فبالتالي هوتست ريجون ده لو في عندهم ووتر دايما هيحصل ايفابوريشن بروسس، الايفابوريشن عندهم بتبقى جريتر جدا او جريتست جدا، عاليه جدا. ليه؟ عشان في سان راي كبير. طيب المودريتد ريجون هيكون عندهم الايفابوريشن مودريتد. طب الكولست هيكون اكيد الايفابوريشن قليل جدا، سمولست جدا. ليه؟ عشان هما بعاد عن السن رايز، فالسن رايز مش بتوصل لهم بسهولة. اوكي ده كده ليسون 1. تعالى يا عم نشوف ليسون 2 بيقول لك ايه. ليسون 2 بقى قال لك مش انا شرحت لك الووتر سايكل؟ اه تعالى اقول لك يعني ايه ووتر سايكل. قال لك ووتر سايكل ده اسمه كونتينوس موفمنت اوف ووتر، دايما الووتر بتاعتك بتتحرك among different water reservoirs. يعني ايه يا مس ووتر ريسيرفيوس؟ تعالى مش هيسيبك نفسك في حاجه، اي حاجه تسال عليها هيرد عليها على طول. قال لك الووتر ريسيرفيوس ديت اللي هي مستودعات الميه دي عباره عن ستورج لوكيشن اوف ووتر اون ايرث، مكان بخزن فيه الميه على الارض. المكان ده زي الاوشن، زي السي، زي الليكس، زي الريفر، زي جليشرز، سويل، روكس، ليفين اورجانيزم، اتموسفير، كل دي اماكن بيبقى فيها ووتر. فبالتالي انت عندك البروسيس المختلفة اللي بتحصل جوه الووتر اللي هي الووتر سايكل، يعني بتعتمد على البروسيس دي كلها بتعتمد على ستيبس، تو ستيبس، الانرجي والفورس. يعني امتى يحصل ايفابوريشن شديد؟ لو الانرجي بتاعتك عالية، لو انت في منطقة فيها سانلايت كبير. وامتى مثلا الكوليكشن يحصل؟ نفس الكلام. فبالتالي انت محتاج تعرف المنطقة دي الانرجي بتاعتها، الفورس بتاعتها عشان تعرف هيحصل لها ووتر سايكل قد ايه. فقال لك هنا الانرجي ايه هي الانرجي ديت؟ قال لك الانرجي مثلا اللي بتجيلنا من الصن، احنا قلنا ان الصن مهمه جدا للووتر سايكل. قال لك الصن بتطلع لنا صن لايت او سولار راديشن، السولار راديشن ده بيبدا يغير لنا في الستيت بتاع الووتر. مثلا لو عندنا ووتر في هيئه سوليد ستيت اللي هو الايس، يعني تقوم محولاها ليكويد ستيت اللي هو ليكويد ووتر، وده معناه ان هي جينز انرجي. يعني لما احول من ايس الى ليكويد ووتر دي معناها ان هي بتكتسب طاقه، جينز انرجي. طيب لو انا معايا ليكويد عايزه احوله لايس، يبقى انت الجزء اللي انت اكتسبته هخليك تفقده. يبقى انت اما تيجي تتحول هحولك ان انا اديك طاقه، اقول لك خد، مش انت ايس، خد القرشين دول صرف بيهم نفسك وتحول لي ليكويد. طب لو انا عايزه ارجعك تاني ايس اقول لك هات القرشين اللي انا اديتهم، فده معناه loses energy، بخليك تفقد تاني الانرجي اللي انا اديتها. طيب الفورس، قال لك يا سيدي الفورس
ان الووتر started to move or it change in way when the force affect it. يعني الووتر بتاعتك عمرها ما تبدأ تتحرك إلا لما force تبدأ تأثر عليها. زي مثلا مين المين فورس اللي عندنا على الأرض؟ الجرافيتي فورس. ايه هي الجرافيتي فورس؟ قالك الجرافيتي فورس ليها factors أو causes بتأثر عليها. أول حاجة falling of melting ice crystal. ليه مثلا الميلتنج ايس بينزل لتحت ما بيطلعش لفوق؟ او ليه الووتر دروبلت فاوند ان كلاود بترجع تاني للارض؟ قالك عشان الجرافيتي بتبدا ان هي تعمل لهم بولينج داونورد، تسحبهم لاسفل، وده بيخلي لك ان فلوينج اوف ليكويد ووتر داون هيل انتو ستريمز اند ريفر. كمان ده بيساعدك ان الووتر بتاعتك تنزل من النهر او تنزل من الاجسام المائيه. قال لك flowing of water in solid state اللي هو الايس يعني، او اللي بنقول عليه glaciers اللي هو النهر الجليدي from high altitude to low altitude. خدنا دي الحته دي السنه اللي فاتت في جريد 5 اما كنت بقول لك، مش انتوا يعني، whatever يعني، كنت بتدرس انت ان الريفر بتاعك بيبتدي من high altitude to low altitude. اي نوع ريفر بينطبق عليه الجملتين دول، الريفر زي النايل ريفر نهر النيل، او الجليشير ريفر اللي هو النهر الجليدي، او اي نهر موجود في اي دولة في العالم بيبدأ من الهاي لحد ما يوصل للور. ماشي، قال لك leakage of water of liquid water down into the ground water reservoirs. ماشي الكلام ده معروف يعني. اللي بعده هنا بيتكلم تاني عن الانرجي اللي بتحصل جوه الووتر سايكل، فبيعرفك ان امتى بس يحصل هو ده لها. لسه كام؟ ده ليسون 2 يا تكملة ليسون 2 24 صفحة 24. فهنا بيتكلم لك تاني على امتى الانرجي يحصل لها ابسورب وامتى الانرجي يحصل لها ريليز. ده لسه كنت انا موضحة فوق، هيحصل لها ابسورب او جين انرجي لو انا عايزة احولها من ايس ليكويد، يحصل لها ريليز او لوس انرجي لو انا عايزة احولها من ليكويد ل سوليد. قالك transfer of energy، ايه هو انتقال الانرجي بتاعتك؟ قالك through the water cycle، انت لو حصل عندك heats للwater او بتاعة الاوشن او السي او الليك بتبدأ تتغير ويحصل لها evaporation، وده معناها ان هي gaining thermal energy. يبقى الwater بتاعتي عمرها ما يحصل لها evaporation الا اما تكتسب thermal energy، السنلايت يقع عليها. طيب قالك transpiration اللي هو عملية النتح أو عملية التنفس بتاعة النبات. قالك transpiration ده طيب من ال evaporation اللي بياخده اللي بيعمله النبات بنفسه في الاستوماتا. انت خدت الاستوماتا دي برضو في grade 5، بنذكرها تاني هنا ان هي الاستوماتا دي موجودة في البلانت سليف. بيعمل ايه خلال عملية transpiration؟ بيبدأ ان هو get water out، بيطلع ال excess of water اللي موجودة جواه، فبالتالي about 10% of water vapor in the air come from transpiration of plant. يعني ال water كمية منها كبيرة جدا اللي بتكون موجودة في ال air جاية لنا من transpiration process اللي بيطلعها ال plant بنفسه. قال لك ال example to show transpiration، هنا بيوضح لك يعني بيحصل ايه في ال plant. فالكلام ده فاكس. الكوندنسيشن، قال لك الكوندنسيشن ببساطة خالص ده معناه ان انا باخد الووتر فيبور ابدأ احوله تاني لليكويد، وده معناه ان بيحصل عندنا الكلاودز ار فورمت، بكون كلاود اللي هي السحب اللي موجودة في السماء. لو حد صغير جه سألك السحب اللي موجودة في السماء اتكونت ازاي، فانت بكل بساطة ترد عليه كلمة واحدة، اتكونت عن طريق الكوندنسيشن. فقال لك يا سيدي والكلاود دي بيكون جواها تاني ووتر دروبلت، والووتر دروبلت دي بتبدأ ان هي تسقط على الارض مرة اخرى اما الكوندنسيشن يخرج. هنا بيقول لك how cloud are formed، بيذكر لك يعني الكلاود اتكونت ازاي، فشرح لك بالتفصيل الممل شرح حصلت عن طريق كوندنسيشن، الووتر فيبور اتحول into water droplet فبالتالي attach للبارتيكل of dust او smoke in the air. اوكي ده كده ليسون 2. اوكي ليسون 3 بيتكلم على الانرجي ترانسفير اند ذا ووتر سايكل، بيتكلم تاني برضو عن ووتر سايكل واهمية الطاقة.
فبيقول لك الامبوردنت اوف ووتر. طبعا كلنا عارفين اهميه الووتر في حياتنا، بنستخدمها عشان ان احنا درينك، بنستخدم طبعا فريش ووتر كهيومن او بلانت او انيمال، بنحب الفريش، والانيمال ممكن يبقى في سولت عادي. فقال لك الووتر بتبقى مهمه جدا، need to live on the earth found in river او some lakes most plants depend on rain that flow from the clouds. اغلب النباتات بتعتمد على الرين عشان تقدر ان هي تعيش في المنطقه دي. قال لك الووتر سايكل الناتشرال، الووتر سايكل بتبدا ان هي تدي الووتر for all living organisms، يعني رحمه من ربنا بكل الكائنات ان هم يعمل لهم الووتر سايكل. الووتر سايكل دي الانسان ملوش دخل فيها تماما، ولا لينا بجنيه واحد دخل فيها، وحتى لو قدرت ان انت في يوم من الايام تعمل حاجه شبهها مش هتقدر توصل للكيفيه لله عز وجل عملها في الطبيعه. فبالتالي الووتر سايكل دي لازم تكون موجوده عشان كل الليفين اورجانيزم يقدروا ياخدوا الكميه الووتر اللي هم محتاجينها. اوكي، هنا بيقول لك تاني، هو الووتر سايكل بتتكون من ايه؟ ايفابوريشن، كوندنسيشن، بريسيبتيشن، كولكشن اند ران. هنا هو بدأ يوضح لك اهو بالتفصيل بقى. هنا اول حاجه في الايفابوريشن، ان بيقول لك ان احنا عملنا هيتد الليكويد ووتر اللي موجوده في الاوشن او الليك او الريفر، فعملنا لها تشينج من الليكويد ووتر انتو ووتر فيبر. هنا في الكوندنسيشن بدأنا نحول ووتر فيبر انتو ووتر دروبلت وكوننا الكلاود. هنا الووتر نزلت، هنا الووتر جريت، هنا الووتر اتجمع. هنا بيعيد لك تاني الحوار اهو. كونفكشن، قال لك يا سيدي الكونفكشن ده نوع من انواع الهيت ترانسفير او انتقال الهيت في المحيط بتاعنا. قال لك الكونفكشن دي بروسيس ان ويتش هيت ترانسفير ان ليكويد اند جاز، ده نوع من انواع انتقال الحراره في الليكويد او عن طريق الجاز. where hot molecules اللي عندهم less density rises up، يبقى الهوت rises up، طب والكولد rises down fall down. ليه؟ عشان الهوت عندهم less energy، عندهم density sorry less density، فالدنسي بتاعتهم قليلة فده بتخليهم يطلعوا لأعلى. طب الكولد لا عندهم more تقال، فطالما حاجة تقيلة أكيد طبعا هتنزل لتحت. ده اللي هو الكونفكشن. هنا بيقول لك هو الكونفكشن بيحصل ايه، اللي هو الهوت الورم اير بيطلع لفوق والكولد اير بينزل لتحت، فده بيسبب لك حاجة اسمها convection current اللي هي تيارات الحمض. ايه هي الconvection current ديت؟ قال لك يا سيدي ان ال warm liquid or gas moves upward وال cold liquid or gas move downward، ده احنا بنسميه cycle of convection current، وده بتحصل عندك في الحياة. قال لك يا سيدي ال force of gravity بتساعدك في ال rising and falling different densities، هي اللي بتساعدك في عملية rise up و rise down دي. فبالتالي ال which leads to rotating the convection current causing the formation of wind and ocean current. كل ما ال convection current بتاعتك دي تفضل مستمرة مستمرة مستمرة، ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك wind و ocean current، اللي هي انت مرة واحدة تلاقي الرياح عمالة تلف حوالين نفسها زي الهيريكنز البسيطة كده. ليه عاملة هيريكنز كده؟ قال لك بسبب ال convection current. ال relation ما بين ال convection وال condensation، قال لك هما الاتنين بيبقوا فاتحين على بعض يعني أكنهم زمايل، ده بيفتح على ده وده بيفتح على ده. زي مثلا ال convection causes rise in temperature of air عشان بيكون جواها water vapor، وال condensation happens this rising loses heat and the cold water vapor change into water droplets. هما الاتنين بيبقوا فاتحين على بعض. هنا الووتر سايكل موديل بيوضح لك بقى، اعمل موديل انت بقى للووتر سايكل. اوكي، الجزئية دي مهمة على فكرة. The heating of earth، ماشي. قال لك in figure 1 دي ال sun بتكون perpendicular on earth's surface، يعني أشعة الشمس بتكون عمودية على كوكب الأرض. يعني ايه عمودية؟ يعني عاملة angle 90 اللي هي زاوية 90. قالك يا سيدي ال area near the equator، المناطق اللي قريبة من خط الاستواء،
السن راي بيكون عندها كبير جدا. The sun rays are concentrated on a small area giving a high effect of heat. بيكون محددة على مناطق، والمناطق دي بيكون عندها heat عالي جدا، فبالتالي بيكون عندهم ال weather hot. طيب in figure 2 بيكون عندك when sun ray fall semi inclined. يعني ايه يا مس سيمي سيلتنت او سيمي انكلينت؟ قال لك يا سيدي ان الريز بتاعتك بتوصل للنورث اند ساوث اوف ذا ايكواتور، فوق خط الاستواء وتحت خط الاستواء، بتظهر فوق وتظهر تحت. فبالتالي انت لو جيت بصيت على الوزر هيبقى وورم. ليه وورم؟ عشان السن راي بدأت تبعد عن الايكواتور. طيب قال لك ان فيجر 3، قال لك يا سيدي when rays fall very inclined. يعني ايه؟ يعني ميلة كامل، بعيد خالص بقى، بعدت نهائيا عن الإكواتور. فبالتالي انت بتلاقي عندك الوزر بتاع النورث بول والساوث بول بيكون very cold. ليه؟ عشان مفيش sun متمركزة على المناطق دي. فمهم جدا تعرف كل منطقة الصن فيها ايه، وهل هي hot ولا warm ولا cold. اخر حاجه بقى ليسون 4 عملنا فيه اكتيفيتي بيوضح لك الكونفكشن كارنت، بيوضح لك الووتر سايكل. اظن هو كان فيه اكتيفيتي بس يعني. هنا اتكلمنا لك على الايرث وايند، والوايند عندك بيتاثر لك ازاي. فقال لك وات ار ذا فاكتور ديترماين ذا وايند دايركشن، اللي بيأثر لك على اتجاه الوايند. اول حاجه اماونت اوف سولار راديشن، تاني حاجه الروتيشن اوف ذا ايرث. الإرث بتاعتك دايما احنا عرفنا في جريد 5 ان الإرث بتاعتك بتعمل روتيشن اراوند اتس اكسس، فانت مش عايزاك تنسى المعلومات القديمة دي. لو جه سألك يعني ايه روتيشن؟ روتيشن يعني الإرث بتاعتنا الجميلة عندها اكسس في النص اللي هو المحور بتاع الأرض، وهي بتلف حوالين الاكسس ده، ده معناه روتيشن. قال لك يا سيدي هاو داز وايند فورم، ازاي الوايند بتاعتك بتبدأ تتكون؟ بكل بساطة انت عندك حتة فيها ورم اير، وعندك حتة تانية فيها cold air. الحتة اللي فيها warm air بيبقى فيها contain enough amount of water vapor، عندها water vapor كتير، فبالتالي it rising بيرتفع لأعلى. وال water vapor ده يحصل له condenses، يتحول ل cloud. So the air loses this water in the form of rain. عشان كده المنطقة ديت بتبدأ إن هي تفقد المية اللي فيها وتتحول لرين. قالك at the same time cooler air misses flow from nearby area، وبتبدأ إن هي تنزل تاني rises warm air. بيبدأ المنطقة اللي فيها cooler air والمنطقة اللي فيها warm air هما الاتنين يحصل لهم rising، ال warm يطلع لفوق وال cooler ينزل لتحت. When the warm air flows away from its place to another، أما ال warm ده يبعد عن المنطقة اللي كان فيها will cools and descends، يحصل ايه بقى؟ قالك by the time it reaches the earth's surface again and become dry. المنطقة دي تبقى جافة. ليه؟ عشان ال air اللي فيها حصل له rising up، خلاص طلع لأعلى. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ قالك يا سيدي this dry air forms a group of dry deserts around the earth. بيعمل لنا مناطق كتيرة جدا من الديزرت الجافة اللي ما فيهاش كمية ووتر كافية. Then the air flows back again to the same place. بالتالي المكان اللي ما كانش فيه air، الاير هترجع له تاني. عشان كده ما انت بتروح الصحراء او بتروح الاهرامات بتلاقي الهواء هناك شديد جدا، او الوايند هناك very strong، عشان المنطقة دي كان فيها air في يوم من الايام، بس الاير ده حصل له dry فما بقاش موجود، بس رجع تاني. قالك what would happen if there is no wind on earth، لو ما عندناش wind على الأرض؟ قالك some ecosystem would change completely، البيئة هتتغير تماما. و some ecosystem may disappear completely، هتختفي عن الوجود. وفي region around the equator become extremely hot and the poles will completely freeze. أما الدنيا تبقى very hot بسبب إن مفيش wind، هيسبب لسيحان القطب الشمالي والقطب الجنوبي، فبالتالي الحيوانات اللي عايشة هناك هيحصل لها ايه؟ extinction. بس كده الحمد لله، ده كده concept 1 ضن على خير. المطلوب بقى من حضراتكم ان انتوا تذاكروه كويس جدا جدا جدا، عشان المرة الجاية هسأل فيه.
المرة الجاية لو سألت سؤال يا سنة ستة وما ردتوش عليا فيه هنزعل من بعض.